رفع يديه بعد رجل رفع يديه بعد الرفع من الركوع يأتي الداعي باطن كفه إلى السماء وظاهره الأرض، هل فعل هذا بدعة؟ ليس ببدعة، إنما الأولى يمد يديه إلى السماء، لكن هو يعكس هكذا، يعكس هكذا كيف يصنع؟ عفوا، بدلا من هكذا يقلبها هكذا. ما ورد عن الرسول أي شيء من ذلك، لكن بعض العلماء يقولون هذا ينفع في الدعاء بصرف الشر، لكن عن رسول الله لا أجد تفصيلا في هذا الباب.